ايوه. You have a little bit of a rough edge, but I really think there's something special about you. حبيبة قلبي والله تسلمين. هذا اللي تقدر المواهب يا شباب، هذا الدكاترة اللي يفهمون. يبي له اكل. شوف هذا السكران وين جالس. اوف لا يا شباب، طالب مدرسة فايلنت اثرتي. لا تقول لي بيجيب له هليكوبتر والمشرفين معاه. ايش اليوم الحفلة هذا؟ لا 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 كذا كثير والله. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. ودق منبه اليوم السادس في لعبة بولي او الشغب في مدارس لندن. شكرا على دعمكم في السلسلة، لايكاتكم وكومنتاتكم، وصلوا على رسول الله. ونبدأ اليوم السادس. شوف 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 قلة الحياة، شوف قلة الحياة. تعال شل كتابك، تعال مشى خلاص، غسل يده من الكتاب. طبعا شفتوا في عندي حصة بعد شوي. طبعا شفتوا في الحلقة الماضية طلعنا برا المدينة، واليوم صراحة ودي أشوف موضوع الوظائف، ودي أتوظف. نجمع لنا شوية قرنقش ونشوف كيف الوضع. وش سالفة الكتب هذا كل شوي؟ ولا طير أبو الأوراق والله. شوفي الحلقة الماضية ويعني أوف يضرب المشرف والله، ضربه ونحاش. هذه أذتني الحلقة الماضية وخلصت المشن حقها، والحين جاية مرة ثانية حط لي ورود وحط لي حلاوة في الكلاس. الظاهر انه في الجيم دائما برا على المدرسة. ما عندنا شغل لا نحط حلاوة ولا نحط ورود في صندوق خويها مدري حبيبها. وين الكلاس هذا؟ الكلاس موجود اتوقع. يمديني اطلع اسمه سمول اوفيس. تعال ايش هذا البرب تشالنج اللي فتح معنا في الحلقة الماضية بعد ما خلصنا المشن حق الطباخة وطلعنا برا المدينة؟ والله ما ادري. لا الجيم مش هنا. وصلنا 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 وصلنا. اختصرنا الوقت. شوب 1. ايش الكلاس الجديد يا شباب؟ Go stand over by the bike workstation. Wait, I don't get to work on cars. Cars are for seniors. You gotta walk before you can run, boyo. شكيت اني مختم اللعبة صراحة. نتعلم على السيكل وان ان اكشن ايكون ابير بيرفورم ذا. اوكي. نصلح سياكل بعدين نصلح سيارات. اوكي. Not useless. يا اخي الكلاس هذا للامانة ما اذكره. الله الظاهر اني نسيته. You have some real skill there, son. Okay, صلحنا على عجلة السيكل. You unlock the basic. يا سلام. هذا يكون أسرع يا شباب من أكيد يعني من سيكل الطباخة. Bikes in the shop, class stored in garage. Follow. Okay. Okay. هنا الجراج يا شباب. وين الجراج؟ الجراج مفروض إنه يكون من الطرف هذا. أصلاً كلاس وين مكانه؟ كلاس مكانه غريب. زي الورشة كذا يعني. ليكون في نفس المكان وانا بلف لفة طويلة. الا الا صح الجراج هنا. هذا الجراج تبع طلاب الظاهر. يا سلام. خلاص ما يحتاج نروح ناخذ. هذا فيه حركات اذا ما خاب ظني. ايوه. هنا نتحدث. طبعا لازم نرفع. ترفيع هذا شيء طبيعي. والبريك اللي لورا هذا لازم. نعطيكم ذكريات كذا على السريع اللي لعبوا اللعبة. ما ادري هل يكلمني. عادي ما يكلموني. عجبك السيكل؟ خلاص خلاص نرجعه. كف استعراض. الحين يا شباب نظام الوظائف، الوظائف مثل ما قلنا كانت علامة الفلوس، فلازم نروح إلى المدينة هذه على اليسار. فيه وظيفتين عندي. ودي أتوظف قبل لا يبدأ الكلاس الثاني اللي هو بعد الظهرية، أو ممكن خلص الكلاس الثاني صراحة أشوف أفضل، ونصير نروح نتوظف بعد الدوام كامل. فمثل ما تشوفون الحصة راح تبدأ الحين، بدأت الساعة 1. أوكي بخلي السيكل واقف هنا أما يرميه كذا. طيب الكلاس الطابق الأول لين الحين ما كررنا ولا كلاس تقريبا. يمكن الحين أبدأ التكرار.
رايح للصف لا ترفع ضغطي من الحين. اذكر اني فتحت قائمة بالغلط وطلعت ايوه هنا التاسكات اللي موجودة الحين اللي هي 2 فلوس ونجمة صفرة ونجمة حمراء. ودي اروح النجمة الحمراء ان شاء الله اليوم. وكلاس فوتوغرافي اوكي تصوير برضو فوتوغرافي 1 هذا جاي الكلاس الدافور ولا جاي يبغى مشن يعطيني مشن مش فاضي لي. ما شاء الله كم عدد الكلاسات في اللعبة والله ما اتذكر للحين يمكن لعبنا 6 أو 7 مختلفين. تيك بيكتشر اوف بانرز اراوند ذا سكول اوكي علمنا التصوير لنذكر ان احد المشنات اعطاني كاميرا. خلنا نروح زاوية ولعبات التصوير عاد تعرفون نروح كذا زاوية نعطيها ال كيف السدحة هذيك في صورة ان شاء الله اني القاها بظهر لكم اياها. طيب ايوه يا سلام وين هذا التمثال والله ما اشوف التمثال بس نصور باد فوتو. ليه باد فوتو اصلا ايش يبان يصور تقريبا التمثال هذا ما ادري كان في تمثال يا اخي بالسالفة. دقيقة خلنا نروح لأماكن ثانية بنفهم يا اخي خلاص امشي انا يوم اشوف الوقت كذا ضيع نومي خلاص ما اعرف اركز. اوه طالبات طيب خلنا نجرب نصور كذا شاملة كل شيء باد فوتو في شيء معين لازم اني اصوره طبعا مش البنت هذه هذه للذكرى خليها بعدين. طيب والله يا شباب ما ادري وش اصور. دقيقة take picture of banners located around the school. اوكي بانر يا اخي والله ودي اصور البراءة هذه بس ما. ايش تروح تخبر امها قالت ليه كل علم هذا الله يخرب بيتك قل لي فلاق قل لي شيء ايش البانر خلاص 1 من 5 معليش يعني انجليزيتي انا سيئة بس اعطونا كلمة كذا اسهل take picture of banners located. طيب بالله هذه صورة حلوة الله اني صورت تصوير احلى من هذا بمليون مرة. وين المكان الجاي مشوار طويل والله يا اخ وخري وخري العلم مفروض انه يكون على هذا المبنى الحين. ايش المبنى هذا الجديد؟ لا 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 وخر 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 وخروا يا اخي اقسم بالله مش فاضي لكم. اوكي هذا المكان يا شباب هذه هي تذكرون ها اللي في الحلقة الماضية اي والله هي رايت المشن شفت ارمي الموز. الحين خلينا نشوف اذا كلمناها اللي بيصير فيه. اوه الا والله يمديك والله يا مش فاضيين يا شباب الحين عندنا مشن يا ابن الذين مش قدام الحب تعال. المشكلة هذا كلهم جروب مع بعض. تعال 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 بقول لك والله معليش بالغلط بس قدام البنت يا مالي وخر يخرب بيتك وخر والله قوي والله قوي. اوه لا لا هذا لازم نعطيه حركة اللي لا مش كذا الركلة مع بيبسي. والله جايين نصور يا ليل الجروب. لا يا شباب خلاص اسفين يا رب انهم يتعبون. بسرعة صور يخرب بيتك بعد فوزة. معليش معليش يا شباب نشوفكم على خير في وقت ثاني ان شاء الله. اوكي المكان الثاني الحين سلمكم الله يمدينا يا اخي سؤال لا والله ما يمدي. هذا شكله في الشوب المكان اللي قبل شوي. لا لا هذا هو العلم اوكي ندي له صورة حلوين. باقي اخر واحد والوقت. هذه واجهة المدرسة اللي تركناها بسيطة نعرف المكان الامور طيبات نعطيها احلى صورة الحين خلاص كذا خلصنا المشن. ريتيرن تو ذا كلاس روم الحين نروح نروي المدرسة قول له والله من الصدمة
على بال الوقت بيخلص. كويس ان خلينا شوية وقت نلحق نروح للصف. الحين بجينا هذيك راعية المشن بهفها. طيب حلوين هذي عكاس. ايوه حبيبة قلبي والله تسلمين. هذا اللي تقدر المواهب يا شباب، هذا الدكاترة اللي يفهمون. You can save picture. يا سلام الحين نقدر نسيف. أجل الصور هذه كلها الحبايب راحت. آخ للأسف. يلا ما عليه. وش تبى أنت؟ هذا اللي يباني أوصله يا أخي أزعجني. يلا تعال بوصلك. تعال تعال خلص. يباني أوصله إلى has stopped following. ليه؟ لازم أمشي بشويش. معليش تريلات. يلا أمشي. يا خلت او يجلدونه. عليك في وجهي رب. اوه يضرب والله تعب نفسه. امشي 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 المعدات ثقيل امشي. هل يمشي معي ولا لا؟ ما سوينا شيء يا اخي، هو دفاع عن النفس بس. لا اله الا الله. خير ان شاء الله. بعدين بعدين تصوير بعدين بعد ما خلص الحلقة. حرك حرك. هذا على رئيس المكينة كذا يبيلك تمشي. يا اخي هذول اقسم بالله كريهين. البيض مشن فيلد ليه يا اخي؟ اقسم بالله مسخرة يا اخي. ثقيل دم هذا، يبالك كذا تكون صابر مش فاضي له. انا قلت اصلا بروح، انا قلت بروح بتوظف بشوف لي وظيفة، وهذا يباني اوصله للمكتبة. عمرك لا وصلت يا ابوي مش فاضي لك. ويريته يركض معي يعني. لا تمشي بشويش. ايش هذاك؟ في اماكن سريه الظاهر. اختصار. اختصار يوديك المدينه اللي فوق الظاهر. خلينا نشوف. اي على طول سكيب. بدل لفه يمين. بعدين يوديك المدينه هذه. طيب الحين احنا ما عندنا وظائف فوق، كل الوظائف هنا على اليسار. فخلونا ندعس. الباص نسيته. يوصلك اسرع الباص بس اني ناسيه. طيب. المدينه ما هي بعيده. منها تشوفون المدينة الحلوة كذا، اللي ما لعب اللعبة من قبل أو حتى اللي لعبها تكون ذكريات حلوة. بشوف الوظيفة الأقرب. انزين الحين الساعة 6 بعد الليلة. طيب نيوز هذه ال يا ابني يا ابني. أوه معليش معليش معليش. والله على بالي السيكل على طريق الشرطة. باب الرات. ايوه اوكي في وقت دام فيها. دونت بي ليت في وقت. هذه اوصل جرايد يا اخوان. يا ذكريات كولكت. شوف الوقت كيف سريع. ايش اللي يرمي دليفر؟ ار 2 ار 2. بس ارميها قريب من الصندوق. حلو حلو حلو. يا سلام يا اخي اقسم بالله يا شباب. لا ايش فيه مرمى؟ لا معلش. ايوه والله يا شباب هذه التفاصيل وهذا يعني الافكار اللي موجوده في اللعبه. بالله عليكم تشوفونها في الالعاب يعني. يا اخي والله ما يرمي بيده اليسار. اوكي اقول عندي توصيل وخر بس لازم اضغط R2 حتى لو كان ارمي باليسار. خلصت الحين وين اروح؟ لا والله باقي مكان. ايش الكلب اللي لاحقني هذا؟ ايش يريد؟ اقول توكل على الله. لا يا اخي لا تستهبل. اوكي 14 دولار. حلو وظيفة طيبة. بعد الدراسة الواحد تعرف يغطي مصاريف المدرسة الوضع المادي تعبان يا شباب وش نسوي؟ حلو ترجع البيت على الساعة 9 كذا تنام. نكون قضينا يوم جميل حافل. شوف المدينة كيف تصير بالليل. في ميشن والله مدينة يا شباب. الحين هذا جاي ضارب ولا جاي يخاويني؟ الظاهر انه حبني يبي له اكل. شوف هذا السكران وين جالس. اوف
يبغى يسكر مش على اخوي. يخرب بيت الضربة. لا 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 شرطي، لا 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 ما يخصني انا، ما يخصني يا شرطي يا اخي ما يخصني. جالس يضرب الكلب يا ابن ال getting busted with the police the start the nearest police station. الكلب يبغى يشرب، وش ذنبه؟ قدام مركز شرطة يا ابن الذين. والله اشكر كلاس الجيم اللي علمني حركة الرفسة هذه. اي جمهور تيتشي ملسن، علمه درس. يا سلام، تضربه وتاخذ منه بيبسي تشربه بعد ما تجلده، تبرد فيه خاطرك. طيب ايش المحل هذا؟ نيلز. ليه اقدر ادخل هذا المحل؟ خير ان شاء الله. ايش بحط مكياج ولا كيف؟ جت هير كات. ما عندي هير عشان اقصه. اوكي هنا في هذا الالوان. والله معي فلوس يا شباب، خلينا نجرب كل شيء. لا ما يحتاج تشتري عشان تستعرض. هذا كان قاص علي والله. ايش رايكم بالشكل هذا؟ نجرب اللون الاسود كذا على اساس اني ربيت شويه شعر. سمارت هونا، مسمينه سمارت على اساس انه ذكي. قصة شعر الاذكياء هوليوود. هذه ستايلات امريكا يا شباب. طيب هذا اوكي المتعارف عليه. الحين ادري انكم دقيقين في شعري صح؟ ولا وش هذا النجوم اللي طلعت في الويب كام؟ معليش يا شباب والله العظيم الاعدادات عندي مضروبه. خلنا سمارت كذا على اساس انها اذكياء على قوله. ما ادري يا اخي ما عجبني. جود بوي جود بوي جود بوي واسود. السلام عليكم. ايش دخلت شوكولات؟ لون هذا على اساس لون ال اوكي. دقيقه ممكن نزرب حاجه على بال انها تلمع. شكرا على القصه. 148 فلوسنا والله اوكي. تبطرنا شوي. الفلوس هذه بعدين برويكم مكان ان شاء الله راح يتم صرف ال دقيقه. السيكل يا طيب السيكل. اوكي سلام. ما يروح عليك شيء في لندن يا طيب. وين الحين هذا ابن الذين؟ عرفتوه؟ ما حد يشوف؟ ما في شرطه صح؟ والله ما في شرطه. سوي شاي بالمسكين. وين غرشتك يا ابن الذين؟ لا على طول يجون. يخرب بيت الشرطه السريعين. خلاص 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 اسف. وين الباص وين الباص وين الباص؟ خلاص يا ابن الحلال خلاص لسه يلاحقني. راكب زيق المي، راكب زيق المي ابن الذين. هم اجلس ما يطيح. اما دراجه ورا يسيكل يميني. لا يا شباب طالب مدرسه. فايلنت اثرتي. لا تقول لي بيجيب لي هليكوبتر. والله يا شباب اني ما اتذكر انهم يلاحقوني بسيكل. يا هو فزعه المدير والله. والله بروح في وجه المدير. المدير ايش الساعه 10 ونص الليل. يا الله معليش يا شباب معليش على الكامل النقاط اللي طالع والله منرفزتني. والمشرفين معاه ايش اليوم الحفله هذا؟ لا 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 كذا كثير والله. لا كذا كثير صحي الطلبه كلهم. شيت المدرسه كلهم والمدينه كلهم وراي. ربي اشهر واحد في المدرسه الحين من جد. شلون اضيع دراجه؟ شلون اضيع الدراجة فهموني. يا ابن الحلال وخر. يا مشرف تكفى في وجهك. يا مشرف تكفى بدخل بنام والله بدخل بنام. ما سويت شيء. والله ما سويت شيء. تكفى قوم النوم ما في اي شيء. ما حصلوني. تكفى. ابد يوم طبيعي ولا في اي شيء. سيفين كونتنت. يا سلام يا سلام. معليش يا شباب ما ادري وش سالفة الويب كام صاير ابيض واسود. كويس ان انتبهت عليه. اتمنى الحلقة نالت اعجابكم. والله فيلم هندي صاير اليوم. اشكر من تسمين القناة والشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير. ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.